أليس صحيحاً أننا اليوم نضحك ونبكي على حالنا مهجرين ولاجئين في كل بقاع الأرض؟ ما كان يعد تصرفاً معيباً ومخالفاً للقوانين الأخلاقية والدينية أصبح أمراً مقبولاً وأحياناً محبذاً. الإعلام والفيسبوك السوري يقفز من مكان إلى مكان، كلمة تأخذه للشرق وأخرى تسحبه للغرب. جميعنا لدينا مصادر سرية، وجميعنا يمتلك الحقيقة المطلقة. التعفيش حقيقة، ولكنه يضيع وسط إشاعات مضحكة لكثرة تداولها تبدو حقيقية. الصفحة الأخيرة بدأت وهذه عناوينها. مخيم اليرموك، الرواية التي لم تحكى. باسل شحادة، 6 سنوات على الرحيل وفيلم لم يكتمل. قبل أن نفتح ملفاتنا الليلة نذهب في جولة سريعة على الأسبوع الماضي. سيطرت قوات النظام على مخيم اليرموك بل على ركام المخيم جنوب العاصمة دمشق، وخرج تنظيم الدولة من المخيم مع عائلاته بحافلات تابعة للنظام إلى إدلب ومحيط السويداء. كشف سلاح الجو الإسرائيلي عن أن الإيرانيين أطلقوا 32 صاروخاً على الجولان المحتل قبل أسبوعين وليس 20 فقط، وكشف أيضاً عن أن إسرائيل قصفت مرتين باستخدام طائرات الشبح F-35 على جبهتين مختلفتين في المنطقة، وهي أول بلد ينفذ هجمات بالمقاتلة الأمريكية الصنع. خفضت إيران رسمياً قيمة عملتها المحلية الريال مقابل الدولار للمرة الأولى منذ أن بدأت مساعي للقضاء على السوق الحرة للعملة الشهر الماضي، وذلك في إشارة إلى أنها ستسمح ببعض المرونة في أسعار الصرف في ظل التلويح بعقوبات أمريكية. أعلن مسؤولون فلسطينيون أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الراقد منذ 21 من أيار مايو الجاري في مستشفى قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة يعاني التهابا رئويا ويتماثل للشفاء. وقال النائب العربي في الكنيسة الإسرائيلي أحمد الطيبي أن عباس البالغ 83 عاما يعاني التهابا رئويا ويتعالج بالمضادات الحيوية. يستخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هاتفي آيفون بحيث يخصص أحدهما للمكالمات ويبقى الآخر لقراءة الأخبار والتغريد. وبينما يحتفظ ترامب على هاتفيه بميزات عرضة لخطر الاختراق أو المراقبة، يرفض جهود مساعديه الرامية إلى إجراء فحص أمني شهري على الهاتف الذي يستخدمه للتغريد. في حالة هي الأولى من نوعها أصبحت امرأة أول أم جديدة خلال 12 عاما على جزيرة برازيلية نائية ممنوع فيها الإنجاب عادة، والولادة غير مسموح بها على مثل هذه الجزر لأن مستشفياتها كما تقول السلطات غير مجهزة للولادة الآمنة. لم يسرق عناصر النظام السوري ممتلكات السوريين الفلسطينيين من مخيم اليرموك، لم يحولوا المخيم إلى أثر بعد عين. النظام السوري سرق حياتنا من هناك،
من لا يعرف قصة المخيم لا يدرك معنى الصور الخارجة من هناك. هذه هكذا بدأت الحكاية. هذه الصور ليست مخيم اليرموك. من لا يعرف المخيم الذي لم يشبه شيئا في سوريا حافظ الأسد ولا في فلسطين فلن يتعرف إلى أصل الحكاية. مخيم اليرموك كان استثناء سوريا واستثناء فلسطينيا. اللي بيصير على اخواننا السوريين بيصير علينا. زمن حافظ الأسد لم يدخل المخيم، بقي خارجه ليحتضن المخيم كل ما هو ممنوع خارجه. منتديات وفصائل، صحفا وكتبا فيها أهم الأسماء السورية حينها. شارع لوبيا أشهر من الشانزليزيه بالنسبة للفلسطينيين والسوريين في سوريا. يمكنك أن تلتقي بليلى الخالد مصادفة وأن تحضر ندوة فتدعو العقيد أبو أحمد فؤاد أحد مخططي خطف الطائرات إلى فنجان قهوة بعد الندوة. وكأن الخيال يتحدث، فمن يجرؤ على شتم حافظ الأسد في عز قوته وسيطرته؟ النظام الصوري العميل. في مخيم اليرموك شتم الأسد وتحول إلى ملجأ للمثقفين السوريين ولغير المثقفين، كان اسمهم حينها الثوريين. الدمار الذي يغطي الشاشة تحت عنوان مخيم اليرموك ليس صحيحاً، إنه عاصمة الشتات وعاصمة الثقافة السورية والفلسطينية وعاصمة الفقراء. لم يدمره النظام السوري الآن، بدأ بتدميره منذ زمن ليس بالقريب. ذهب هو وأهله ليس إلى فلسطين، ذهبوا إلى مخيم آخر لن يشبه مخيمهم ولا يرموكهم. الذاكرة لا تدفن والفكرة لا تموت، واليرموك كان فكرة وثورة جيل كامل وبلدين في بلد. أعلن كريستوفر جانيس المتحدث الرسمي ومدير الاتصالات الاستراتيجية باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، أعلن أن مخيم اليرموك أصبح شبه مدمر بالكامل، موضحا أن عدد الفلسطينيين الذين بقوا في المخيم لا يزيد على 200 فقط. مخيم اليرموك حاصره النظام بعد اندلاع الثورة وبدأ بقصفه ومن ثم حصاره منذ 2013. يعتبر مخيم اليرموك من أكبر المخيمات الفلسطينية في الشتات، ويقع على بعد 8 كيلومترات جنوب مركز العاصمة. هكذا حول نظام الأسد مخيم اليرموك. إذن كامل دمشق وريفها بيد النظام. أحصت المعارضة خساراتها في دمشق وريفها، خسارة تلو الأخرى على مدى سنوات ست. تراوحت المعارك فيها ما بين نصر وهزيمة وخسارات بشرية هائلة. اليوم كامل دمشق وريفها تحت سيطرة النظام. كيف ضاعت المناطق وتحولت إلى سيطرة النظام؟ لأول مرة منذ ست سنوات يطمئن النظام في العاصمة دمشق بعد أن سيطر على غوطتيها وجنوبها وأعاد دمشق وريفها إلى ما قبل 2012، العام الذي شهد تفجير خلية الأزمة. وكانت المعارضة حينها قاب قوسين أو أدنى من دخول العاصمة وإسقاط النظام، لكن الجيش الحر حينها لم ينتهز الفرصة ويدخل المدينة. رقم 2 هي 4 مخارج. وفي عام 2013 سيطرت المعارضة على مساحات كبيرة على امتداد الجغرافيا السورية، وحاصرت النظام في دمشق من كل الجهات وعلى كل الجبهات من دارية إلى المعظمية ومدن وبلدات الغوطة الشرقية. بعد
بعد ذلك تدخل حزب الله، تلته إيران لحماية النظام من السقوط، إلى أن جاء أيضا التدخل الروسي عام 2015 ليستعيد النظام عافيته أكثر بالدعم الروسي العسكري والسياسي. بدأ النظام بقضم مناطق المعارضة شيئا فشيئا واستعادة مدن وبلدات بأكملها، متبعا سياسة الحصار والأرض المحروقة. ولعل العلامة الفاصلة وبداية الانكسار للمعارضة كانت في سيطرة النظام على حلب الشرقية بعد أن حاصرها لشهور وقصفها بشتى أنواع الأسلحة حتى المحرمة دوليا. الله أكبر. اليوم يسيطر النظام على جل المساحة السورية بعد السيطرة على ريف حمص الشمالي، فماذا تبقى للمعارضة؟ في الجنوب درعا، والتي تعتبر العائق أمام النظام الذي لا يسيطر إلا على 30% هناك، بينما تسيطر المعارضة على 65% ومساحات قرب الحدود مع الأردن. وأيضا مدينة إدلب وجل ريفها ما زالت في قبضة المعارضة. إدلب التي أدخمت بالمهجرين والتي يروج النظام أنها قد تكون الوجهة القادمة، ولكن المنطقة خاضعة لتفاهمات حسب مؤتمر أستانا. أيضا تتواجد المعارضة في ريف حلب وأيضا في البادية قرب التنف. هي 7 سنوات شهدت خلالها سوريا تحولات تاريخية وجغرافية وديمغرافية، فالإحصائيات تشير إلى أكثر من 500,000 سوري قضوا ناهيك عن الضحايا الذين لم يتم إحصاؤهم وآلاف المعتقلين، يضاف إلى ذلك أكثر من 11 مليون سوري ما بين لاجئ ونازح قد لا يعودون إلى ديارهم في المستقبل القريب. الصفحة الأخيرة مستمرة معكم وفيها بعض الفاصل. الأغنية الأولى في التاريخ أتت من سوريا. أهلا بكم من جديد. كان استثناء في كل شيء، غادر الولايات المتحدة التي شكلت وتشكل حلم ملايين الشباب، تركها وعاد إلى سوريا ليشارك في ثورتها قائلا: أين هو المستقبل من دون وطن حر؟ ستمر بعد أيام قليلة الذكرى 6 لغياب المخرج السوري باسل إشحادة، باسل المسيحي الذي دفنه رفاقه المسلمون. نتابع قصة باسل. تخيل كم مرة سنعيش ثورة في حياتنا، كيف لي أن أترك الحلم الذي بدأ يتحقق؟ وماذا سأقول لأطفالي عندما يسألونني؟ هل أجيبهم عندما بدأت الثورة تركت وطني وذهبت لأهتم بمستقبلي؟ أين هو هذا المستقبل من دون وطن حر؟ بكلماته تلك اختار المهندس والمخرج السينمائي باسل إشحادة العودة إلى دمشق مع اندلاع الثورة السورية بعد أن تخلى عن منحة دراسية في الولايات المتحدة الأمريكية. هاي المدرسة بدأوا الأطفال كتابات بسيطة الشاب الثائر كان من أوائل المشاركين في تنظيم المظاهرات السلمية بدمشق، مرددا هتاف هبي يا رياح التغيير. تطوع أيضا للعمل مراسلا وشاهدا من الداخل السوري لعدد من القنوات الإعلامية العالمية، وانتقل بعد ذلك إلى مدينته حمص حيث ساعد الشباب على توثيق وتصوير ما يحدث فيها من جرائم، مستفيدا من إمكانياته في التصوير السينمائي. السلفي المسيحي كما كان يدعو نفسه ساخرا من ادعاءات النظام بوجود انقسام طائفي، كانت له عدة أفلام قصيرة آخرها فيلم شوارعنا احتفال الحرية الذي رحل قبل أن ينهي. عجلنا باسل شاهد بأن الله يا يما يا يما. متأثرا بجراح أصيب بها إثر قصف قوات النظام حي الصفصافة ودفن في حمص كما أوصى في 28 من أيار مايو 2012. يا
مراسم التشييع كانت تحاكي حقيقة ما يجري في سوريا من قمع وعنف، إذ منعت قوات النظام أصدقاء باسل من التوجه للصلاة في الكنيسة، كما حاصرت منزل أهله في دمشق. خاتمة حياة المخرج الشاب لم تكن كما يفترض بها أن تكون، فيلماً مذيلاً بعبارة إخراج باسل إشحادة، بل كانت أقسى وأكثر سواداً، وجه جميل غاب من كادر الصورة، فكانت النهاية. وللحديث أكثر عن باسل إشحادة مع اقتراب ذكرى رحيله السادسة معنا في الاستديو الزميلة الصحفية مها غزال. أهلا وسهلا فيك مها. بداية يعني كيف تفسرين يعني كما ذكر في التقرير أن أمريكا هي حلم كانت وما زالت تشكل حلم للسوري، كيف تفسرين أنه في بداية الثورة باسل وكثير ربما مثل باسل تركوا أحلامهم في الخارج وعادوا إلى سوريا في بلد يشهد ثورة ضد أعتى الأنظمة استبدادا؟ يعني بالبداية تحية لروح شهيد باسل إشحادة ولأرواح جميع شهداء الثورة السورية. أمريكا كانت حلم حقيقة ما قبل 2011، لكن بعد 2011 تغير الواقع. نحن كنا عم نحلم نبني أنفسنا بعيدا عن الوطن اللي عم بيكسرنا كل يوم، بس بعد ثورة 2011 بعد الثورة السورية حسينا أنه لا، نحن فينا نبني وطن ونبني أنفسنا داخله. فبالتالي صارت التضحيات ما لنا تضحيات، تحولت النظرية من تضحية بمنحة أو تضحية بسفرة أو تضحية بفرصة عمل خارج سوريا للبناء. نحن كنا عم نفكر بهذاك الوقت كيف بدنا نبني سوريا يلي نكون جواتها، اللي نحقق أنفسنا نحن جواتها من دون ما نعاني من ألام الاغتراب ومن وجع البعد عن الأهل. ولكن ما الذي يميز تجربة باسل إشحادة برأيك؟ يعني تجربة باسل إشحادة هي رمز، هي رمز عن شباب الثورة السورية، عن الشباب الأوائل في الثورة السورية. باسل إشحادة هو شاب كان بمقتبل العمر، المستقبل قدامه، عنده مقومات النجاح كلياتها، قرر يبني وطنه مثله مثل كثير من شباب السوريين، لذلك هو كان رمز لهذا الشاب المضحي. باسل إشحادة هو شاب آثر الهوية الوطنية عن الهويات الصغرى الأخرى يلي كان كل الوقت نظام حافظ الأسد ويليه نظام ابنه، يعني نظام البعث منذ بداياته كان عم بيحاول يعلي الهويات الأخرى وإن كان بطريقة غير مباشرة، الهويات القومية أو الهويات الدينية الصغرى مقابل الهوية الوطنية ليقتل انتمائنا لهذا البلد، لحتى نصير نحن لحتى نحقق حالنا ونحقق مستقبلنا يفترض نطلع لبرات البلد. فبالتالي باسل إشحادة هذا الشخص يلي على الهوية الوطنية ويلي قال أنا سوري أنا السلفي المسيحي، وهي كان بلهجة ساخرة جدا مما يدعي النظام أنه هي الثورة هي ثورة سلفية وأنه هي تقوم لقتل الأقليات وإلى ذلك، هو كان يسخر من يعني الرسالة اللي كان عم يوجهها النظام. مع الفكرة التي تقول أن النظام فعلا كان يستهدف ويستقصد هؤلاء الناشطين السلميين المثقفين أمثال باسل وأيضا غياث مطر، ولا يوم من بداية الثورة السورية حتى الآن النظام استهدف أي شخص لا يحمل هذا الفكر الوطني. النظام بالأساس عدوه الأول هو الانتماء الوطني. النظام مفاجأته الأساسية بالثورة السورية الصاعقة اللي نزلت على رأسه ببداية الثورة السورية أنه كل ما كان يفعله خلال السنوات الفائتة هو كان بالأرض، الناس حست بوطنيتها، الناس حست بانتماء لسوريا. فبالتالي هو كل هدول الأشخاص يلي ينتموا إلى هذا الانتماء الأعلى اللي هو الانتماء الوطني بالنسبة له بشكل خطر، بدليل أنه هو أطلق سراح كل الناس اللي عندهم الانتماءات الدنيا هي الأعلى من سجونه. هو عزز فكرة التسليح، هو عزز ودعم كل من يعني يحمل الأفكار المتطرفة من الأفكار الدينية المتطرفة، وأنا أحكي على جميع الطوائف وعلى وفي كل ولكل الديانات وعلى الجانب القومي أيضا. هو عزز وهو كان يريد أن يقول أن البديل عني هو التقسيم والفوضى التي نراها اليوم. يعني تمر ذكرى رحيل باسل بعد أيام، يعني ما هو أفضل شيء يمكن أن يقدمه السوريون لباسل في ذكرى رحيله السادسة؟
يعني أنا كونه تحول إلى أيقونة من أيقونات الثورة. دائما هناك ما يقدمه السوريون لباسل ولسواه من الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء للوطنية السورية وللهوية السورية العليا ولانتمائنا السوري. دائما استمرارنا إيماننا الحقيقي بأنه سوريا سوف تكون لنا يمكن يكون أفضل ما ممكن نقدمه، يعني تخلينا عن الصراعات البينية والصراعات الداخلية، تخلينا عن الاقتتال المذهبي والديني والتمسك بالأشياء البسيطة التي لا تعلو لمقام الشهداء الذين فقدوا أرواحهم كرامة للوطن السوري. إذن الزميلة الصحفية مها غزال كنت معنا في الاستديو، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك. هل تعرف أن أول أغنية عرفها التاريخ أتت من سوريا؟ حسنا، قبل أن نروي الحكاية كاملة نلقي نظرة سريعة ونعود. نبدأ بالحكاية. في خمسينيات القرن الماضي عثر علماء الآثار على 29 لوحا من الصلصال ترجع لنحو 3400 عام مضت، داخل ما يشبه مكتبة صغيرة وسط أطلال مدينة أوغاريت القديمة على ساحل المتوسط، وقد تحطم معظمها إلى قطع صغيرة، إلا لوح واحد صنف تحت اسم H6 كان قد انقسم إلى قطع كبيرة، وحين جمعت معا شهدت فوقها أبيات شعرية مصحوبة بما يعتقد أو يعتقد الباحثون أنه أول نموذج لكتابة موسيقية في العالم. المقطوعة الموسيقية نقشت بالخط المسماري البابلي وباللغة الحورية. ريتشارد دامبرل أستاذ الآثار الموسيقية بجامعة بابل في العراق قال إنه استغرق 20 عاما لترجمة المكتوب وللتأكد من أنه نوتة موسيقية. في دويلة ماري كان هناك احتراف صناعة الآلات الموسيقية أيضا التي تعود إلى العصر البرونزي مثل القيثارة والعود الذي تطور حتى وصل إلى شكله الحالي. نبقى في الموسيقى ولكن الموسيقى الرمضانية هذه المرة. نعرف أن الموشحات والأناشيد التي تغنت بشهر رمضان الكريم متعددة، ومنذ ثلاثينيات القرن الماضي اشتهرت عدد من الأغاني التي ارتبطت برمضان. كيف تطورت الأغاني والموشحات الرمضانية؟ من أشهر أغاني رمضان هي أغنية رمضان جانا أو رمضان جانا لمحمد عبد المطلب، والتي يطلق عليها البعض النشيد الرسمي لرمضان، إذ تتحدث عن فرحة استقبال الشهر بعد غياب عام كامل. نصل إلى الموشح الأكثر شهرة سوريا، رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم. اكتسب النشيد بصمة إضافية هي بصمة صوت توفيق المنجد وفرقته التي بدأت منذ عام 1947 ببث أناشيدها عبر إذاعة دمشق أو من داخل الجامع الأموي.
لنستمع ونتذكر. رمضان تجلى وبالدنس الماء وبه إلى عبد إذا ارتنما. رمضان تجلى وبالدنس الماء وبه إلى عبد إذا ارتنما. الله مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقواها. رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما. رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما. وصلنا إلى نهاية الصفحة الأخيرة ونودعكم كالعادة مع الكاريكاتير. تقبلوا تحياتي وتحيات هنادي الخطيب في الإعداد. دمتم بألف خير. إلى اللقاء.